أنا كتير مبسوط، والسبب هو إنه أختي صارت أم، وغير هيك في جيل جديد للإمبراطورية رح يجي على هالدنيا. آمالي كبيرة كتير بإنه ابن شريف الدين رح يكون محارب عظيم وشجاع مثل أبوه تماماً. وكرمال هالخبر السعيد أنا بقدم له ولاية ناغور. تودرمال، أنت تولى هالشي هاد، رح نفذ اللي بتريده جلالتك. مانسينغ طالب يقابل حضرتك، جاي لهون يطلب رأي جلالتك بموضوع كثير مهم. تحياتي جلالتك. خير مانسينغ، شو الشيء المهم اللي خلاك تجي على قاعة الاجتماعات الخاصة؟ مولاي، البعض من الراجبوتيين موجودين حالياً عند حدود أجرا وعم يتقدموا ببطء، وبتوقع شنو حرب عصابات. الوحيد البارع بهالقتال من هدول هو أمير ميوار مهارانا براتاب. مولاي، أنا بعتت مجموعة من جيشنا، بس أنا بشوف إنه الأفضل إذا منروح شخصياً على الحرب. إذا أعدائي مفكرين أني صرت بموقف ضعيف بعد وفاة السيد أدجا، فهذا الوقت المناسب لنلقلهم درس حقيقي. بس في شي واحد هلأ عم حاول أني أفهمه، معقول هذا هو الأمير براتاب نفسه عم يحاول يهاجمنا بالسر؟ على حد علمي ومعرفتي بشخصيته هو محارب شجاع وقوي، وإذا بده يهاجمني فرح يواجهني ويضربني بصدري وما رح يغدرني من الخلف. على كل مين ما كان العدو رح واجهه أكيد.